ده معناه انك ممكن تقلل النص في الاسعار، لان هي قالت لي 85 في الاول ونزلت ل 45، يعني النص. يعني الحاجات التانية دي كنت ممكن انزل فيها لغاية النص كمان. الله يدينا متعلم، محدش فعلم ببلاش. ازيكم يا جماعة، انا في ماليزيا في الحي الصيني، سوق التقليد في كل حاجة، في كل الماركات ولكن مقلدة. انا رايح تايلند فجيت اشتري شوية حاجات، فخلينا نشوف هنتعامل معهم ازاي. هو بيعتمد على مهاراتك في التفاوض وانا ضايع في التفاوض. خلينا نشوف. I will buy it but I want big discount. You're on TV so we need a big discount. We have a big discount. All black. I want all black. I have the all black. I have Adidas all black. Nice. Oh. Yes, I like this one more. نجرب دي. قدير is filming me right now. بصوا يا جماعة دي بتلبس كده. ممكن تقوم قلبها. نايس. خدت دي اخر واحد. So how much for this one? Only one brother? Yeah. How much you last this time? This is too big. Yeah, last time you take how much? 30. Sure? Last time you said I said 30. You take it. You come back again. Because you come back, ma. Nice. I didn't tell you. But this is one is cheaper than these ones. You said 30 for this one. No, this one more than expensive. This is expensive. Because you might pay and you come back, that's why I give you said price. هو بيبيع 45 هيداني ب 30. 15؟ Can we do 25؟ No, that's all. No. خلاص ماشي. بص انا وحش قوي يا جماعه في التفاوض بس ماشي. Just 100 for you. This is my friend, that's why I give discount. 30 and when they come, give them 25, okay? بحاول دلوقتي اشوف التيشيرتات، ده عاجبني جدا بس هنشوف بقى نوصل لكام في السعر برضه. بصوا يا جماعه التيشيرت دي انا بحب تايلاند. Do you have larger or this is the largest? This is the only one. The only one. Okay. How much for this one? 25. 25. Can I have discount for Egyptians? No, I'll show fixed price. You buy one 25, buy two 45, buy three up 20 each. That's okay. Can I have two for 40? Cannot. It's still fixed, right? One more, three. No. Name, comes out being. Last price, 40. Sorry. مش عارف المفروض ما تضحكش ولا ايه في التفاوض مش عارف. 45 للتيشيرتين. 45 يعني تقريبا 10 دولار. 10 دولار التيشيرتين. يعني التيشيرت ب 5 دولار. متهيألي كويس. So you got chain. Thank you. No change. Thank you so much. Bye. See you. Yes, I appreciate it. في اوفر عليها ب 20. How much for this one? 25. But I got this for 10. نزلته من 25 ل 15. Win 50. خدنا الشورت على 15 رينجت. هو غالي لان انا جايب ده ب 10. بس عشان الراجل ده كويس فهنديله ال 15. Because he's a good guy we will give him the 15. Okay, thank you. Yeah, see. Nice. But how much for this one? Only 85. What? 85? They have an offer over there for 20. If you get this one for 20, I give it for free. Oh, by the way. Ah, not everything the same, my friend. Maybe not I need to buy. Do you have something for 20? Ah, this one. This one? I sell for you 20. It's 30, I will take it right now. 40 lah, don't have 30 deal. I sell 40, I know 50 in the middle. 45. Very fast. Where you from? 45, من 80 ل 45. يعني أنا خدت التانيين أكيد خسارة. Well, I'm from Egypt. I look Spanish. Yes, I look Spanish. شكلي أسباني يا جماعة. يلا شكلي برضو اتضحك عليا مرة 20. To match. دي جبتها ب 45 رينجت. حاسس ان هي كبيره بس كالفين كلاين. اوكي ثانك يو. حلوه حلوه تقول لك حلوه. 100 100 حلوه. يس 100 100 حلوه شكرا. عفوا انا اتضحك عليا يا جماعه تاني. 45 على كالفين كلاين بس هي ووتر بروف عجباني. نفس الشورت 15 يعني اتضحك عليا يعتبر يعني ممكن يقلل من كده ممكن ينزل لسبعه. ده معناه انك ممكن تقلل النص في الاسعار لان هي قالت لي 85 في الاول ونزلت ل 45 يعني النص.
يعني الحاجات التانية دي كنت ممكن انزل فيها لغاية النص كمان. الله يدينا متعلم، محدش فعلا ببلاش. صرفت على الحاجات دي كلها حوالي $30، يعني توقعاتي ان انا منصوب عليا، يعني اكيد ممكن تجيبوها اقل من كده، بس انا يعني مهاراتي في التفاوض مش قوية بصراحة. بس ادينا جبنا حاجات ووتر بروف عشان تايلاند اهو، يلا مشينا على تايلاند بالووتر بروف. بسألهم في الاوتيل لو انا دفعت اللي دفعته ده كتير ولا لا. 100 رينجت، so I paid 40 رينجت more. يعني دفعت حوالي 40 رينجت زيادة، دفعت $10 زيادة تقريبا. كنت رايح اجيب مايو من ديكاتلون، لقيت ان المترو النهارده كله فري ببلاش، لان في انتخابات عاملينه كله ببلاش، ما دفعتش اي حاجة. وانا اخر حاجة عايز اجيبها من ديكاتلون، فجيت عند التوين تاورز المشهورين في مول كبير قوي، نروح نرجع ببلاش، مش خسرين حاجة. يلا نلف النهاردة كوالالمبور كلها بقى. بص يا جماعه الفوطه بتصغر لحد هنا. الله، ناخد المايو ده 29 رينجت اورنج اند تيل. عم جرب بتحط الحاجه هنا وهو بيحسب لك الحاجات اللي انا جبتها لوحده كده. اوكي، سقطت الحاجات ومشيت عادي جدا. وننهي الفيديو بخساره 40 رينجت تقريبا. انا سالت الناس المحليين، قال لي تقريبا ممكن تشتري الحاجات دي ب 100 رينجت، فانا اشتريتها ب 140، فتقريبا 40 رينجت زياده، يعني حوالي $10 زياده عن ما انا المفروض. مش بطال بالنسبه لان انا ما عنديش خبره في حوار التفاوض ده. بس دي نهايه الفيديو يا جماعه، الفيديوهات الجايه كلها من تايلاند. بصوا اصلا لبسي بقى كله عامل ازاي كده كده، فعلا انا في المود الى تايلاند يعني. يلا بينا.